من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. سورة الأحزاب. هذه السورة سميت بسورة الأحزاب لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها قصة الأحزاب، قصة غزوة الأحزاب، وتسمى بغزوة الخندق كذلك، كما سيأتي ذكر هذه القصة من الآية التاسعة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فذكر الله تعالى في هذه قصة غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، لها اسمان، غزوة الأحزاب. فسميت سورة الأحزاب بسورة الأحزاب لأن فيها قصة غزوة الأحزاب. وأما موضوع هذه السورة فهذه السورة هي سورة المدنية، وأنتم تعلمون أن سورة المدنية تهتم بالجانب التشريعي، تهتم بالجانب التشريعي ويبين الأحكام. فهكذا هذه السورة، وفيها تنظيم الأسرة النبوية صلى الله عليه وسلم، فيها بيان أحكام التي تتعلق بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم، بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، وهكذا فيه تنظيم الأسرة النبوية صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيه إبطال بعض عادات الجاهلية، إبطال بعض عادات الجاهلية مثل التبني والظهار واعتقاد أن هناك من له قلبان، من له قلبان في صدره. فالله سبحانه وتعالى أبطل اعتقاداتهم هذه الباطلة. وكذلك فيها ذكر فرض الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بناته وعلى المؤمنات. فرض الحجاب، فرض الله تعالى الحجاب وأنزل الله تعالى الآية في فرض الحجاب في هذه السورة، فقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي آخر السورة ذكر الله سبحانه وتعالى أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان، الإنسان حمل الأمانة. ثم ذكر خطورة هذه الأمانة، من حملها وأدى يعني أدى هذه الأمانة فله الجنة، والذي لم يؤدي الأمانة فيعذب في نار جهنم. وأما ارتباطها بالسورة السابقة هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آخر سورة السجدة فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الكفار. وفي بداية هذه السورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى وقال ولا تطع الكافرين والمنافقين، أمر بالتقوى وقال لا تطع الكافرين والمنافقين. فهناك أمر بالإعراض وهنا أمر بعدم إطاعة الكافرين والمنافقين. قال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. سبب نزول هذه الآية هو أن سفيان، أن أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة ابن أبي جهل، هؤلاء الثلاثة جاءوا إلى المدينة المنورة بعد غزوة أحد، أبو سفيان وأبو الأعور وعكرمة ابن أبي جهل، هؤلاء الثلاثة جاءوا إلى المدينة المنورة ولقوا بعض المنافقين، منهم
طعمة طعمة وكذلك عبد الله بن سعد بن أبي سرح لقيهم، فهؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان لأبي سفيان وأبي الأعور ولعكرمة حتى يكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأمان، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أرفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات، يعني لا تسب هذه الآلهة ولا تتكلم عليها شيئا، وقل إن لها شفاعة فمن عبدها فلها الشفاعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كره هذا الكلام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم الأمان من قبل. فكان عمر رضي الله عنه في المجلس فقال إذن لي يا رسول الله أن أقتلهم، قال إني أعطيتهم الأمان. فقال لهم أخرجوا في لعنة الله وغضبه، أخرجوا في لعنة الله وغضبه، فرجعوا. فهنا يعني في الآية ولا تطع الكافرين والمنافقين، السبب في ذلك أن الكفار والمنافقين اجتمعوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أرفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات، وقل إن لها الشفاعة فمن عبدها فلها الشفاعة. فالله سبحانه وتعالى قال لا تطع الكافرين والمنافقين. وهكذا كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقترحون عليه اقتراحات مختلفة، فمثلا كانوا يقولون أعبد آلهتنا سنة ونحن نعبد إلهك سنة أخرى، وهكذا كانوا يعني يأتون بآراء مختلفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذا سبب النزول، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي، الله سبحانه وتعالى خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بالنبي وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يخاطبه باسمه في القرآن الكريم، هذا تعليما للأمة حتى يعلم الأمة آداب الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقولون يا رسول الله يا نبي الله، لا يذكرون اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى عندما خاطب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خاطبهم بأسمائهم، فقال يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا نوح اهبط بسلام منا، وهكذا يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. فهكذا خاطب الله تعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه، بل قال يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المدثر يا أيها المزمل، خاطبه بألقابه تشريفا له صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بعض المواضع في القرآن الكريم، غالبا في أربعة مواضع، وما محمد إلا رسول، وذكر تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهكذا أنزل على محمد وهو الحق من ربهم في سورة محمد، أنزل على محمد وهو الحق من ربهم، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع، هذه المواضع الأربعة، وحتى يثبت أن آخر الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما خاطبه لم يخاطبه بيا محمد، فعلم الأمة أنهم إذا أرادوا أن يخاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقولون يا محمد، بل يقولون يا رسول الله يا نبي الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اتق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتقين، فما معنى اتق الله؟ ما معنى اتق الله تعالى؟ يقول العلماء معناه دم على تقوى الله تعالى، دم من المداومة، دام يدوم، دم على تقوى الله تعالى، يعني عليك أن تدوم على تقوى، أنت متقي ولكن عليك أن تستمر بهذا التقوى، عليك أن تدوم على هذا التقوى، أو قال العلماء المراد منه الإكثار من التقوى، الإكثار من التقوى، أنت متقي أيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أكثر من التقوى، أكثر من التقوى. أو قال العلماء الآخرون أن المقصود أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن المقصود الأمة، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود الأمة، يا أيها النبي اتق الله، يعني أيها الأمة اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في تقوى الله واتقوا الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي اتق الله سبحانه وتعالى، أي خف عقاب الله سبحانه وتعالى، عليك أن تخاف عقاب الله تعالى وتتبع أوامر الله تعالى وتتجنب نواهيه. ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين يعني لا تسمع من الكافرين والمنافقين،
ما يقولون وما يقترحون من الاقتراحات لا تسمع منهم، لا تسمع من الكافرين والمنافقين، احترس منهم، اجتنب من الكفار والمنافقين، ولا تستشرهم في شيء، لا تأخذ الرأي منهم، لا تأخذ المشورة منهم، لا تستشرهم بشيء، وهكذا لا تستجب لمطالبهم، هم يطلبون منك أن ترفض الآلهة، لا تذكر الآلهة بسوء، ويطلبون منك أن تقول إن من عبد الآلهة فلها الشفاعة، فأنت يعني لا تأخذ بمطالبهم، لا تسمعهم في مطالبهم، ولا تستجب مطالبهم. وهكذا كانوا يقولون بعض الأحيان يعني أطرد هؤلاء الضعفاء من مجلسك، يعني الضعفاء المسلمين، أطرد هؤلاء ونحن نجلس معك. فالله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أن الكفار يقولون أنك إذا طردت المؤمنين الضعفاء الفقراء من مجلسك فنحن نجلس معك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأن يذهبوا إلى مكان. ثم بعدما ذهب هؤلاء الرؤساء فالرسول صلى الله عليه وسلم يكلمهم، فالله سبحانه وتعالى قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة. فكانوا يقترحون مثل هذه الأمور، يقولون أطرد هؤلاء الفقراء من المسلمين ونحن نجلس معك. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يطلبون منك من ترك سب الآلهة، أو فيما يطلبون منك من أن تذكر أن للآلهة شفاعة، ومن أن تطرد الفقراء من المسلمين، لا تقبل منهم هذه المطالب. ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهكذا كان المنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون إيمانهم، ويظهرون كأنهم ينصحون الرسول صلى الله عليه وسلم، ينصحون الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: لا تطع المنافقين، فإنهم في الظاهر يعني إخوانك، وفي الظاهر مؤمنون بك، ولكن في الحقيقة هم أعداؤك، وهم يريدون هلاكك. المنافقون أيضا يريدون هلاك الرسول صلى الله عليه وسلم، والكفار كذلك. ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. إن الله سبحانه وتعالى كان عليما حكيما، يعلم عواقب الأمور. الله سبحانه وتعالى يعلم عواقب الأمور وهو عليم، لا تخفى عليه خافية من الأمور، يعلم كل شيء، علمه حاصل لكل شيء، حكيما. والله سبحانه وتعالى حكيم في أقواله وأفعاله، فالله سبحانه وتعالى هو يعلم الأشياء بدقتها، يعلم الأشياء بدقتها، لا تخفى عليه شيء من لا تخفى عليه خافية من الأمور، يعلم حقائق الأمور ويعلم بواطنها، يعلم ظاهرها وباطنها. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم، ولأجل ذلك أمرك أن تختار تقوى الله سبحانه وتعالى وأن تدوم عليه، وأمرك أن لا تسمع المنافقين والكفار، فإنهم أعداؤك ويريدون هلاكك. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. لما نهاه عن اتباع الكفار والمنافقين وعن طاعة الكفار والمنافقين، فأمره باتباع والعمل بالقرآن الكريم، فقال: اتبع ما يوحى إليك من ربك. اتبع أي اعمل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم بما يوحى إليك من ربك، أي بالقرآن الذي نزل عليك من ربك. اتبع أي اعمل بالقرآن الذي نزل إليك من ربك في سورة الوحي، اعمل بهذا القرآن. إن الله كان بما تعملون خبيرا، إن الله سبحانه وتعالى هو عليم بأعمالكم، خبير بأعمالكم، لا تخفى عليه خافية من أعمالكم. فإذا عملتم شيئا بالخفية لم يراكم أحد، فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وإذا عملتم على رؤوس الخلائق فذاك إذن في علم الله تعالى، وإذا نويتم شيئا في قلوبكم فهذا أيضا في علم الله تعالى. إن الله سبحانه وتعالى كان بما تعملون خبيرا، أي خبير بأعمالكم، وسيجازيكم على هذه الأعمال. الله سبحانه وتعالى يجازيكم على هذه الأعمال لأنه يعلم أعمالكم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفوض أموره جميعها إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: وتوكل على الله، أي فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، واعتمد على الله سبحانه وتعالى، وثق
بالله سبحانه وتعالى. توكل على الله أي فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يفوض أمره إلى الله ويعتمد على الله تعالى ويتوكل على الله ويثق بالله تعالى، كما جاء في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله، وإذا توكل على الله فهو يعتمد على الله تعالى ويفوض أموره إلى الله. فالآية تدل على أن المؤمن يختار الأسباب، وبعد اختيار الأسباب هو يفوض الأمور كلها إلى الله تعالى، يفوض النتائج إلى الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. وليس معنى التوكل أن يترك الإنسان الأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الأسباب وأمر الأمة باختيار الأسباب، فقال: تداووا يا عباد الله، تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. الله سبحانه وتعالى إذا جعل مرضا فجعل للمرض شفاء، فعليكم أن تستعملوا الدواء. تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. فهذا الأمر باختيار الأسباب. فمعنى التوكل ليس ترك الأسباب، بل الإنسان يختار الأسباب ولكن يتوكل على مسبب الأسباب، يتوكل على رب الأسباب، على مسبب الأسباب. فقال: وتوكل على الله أي اعتمد على الله، وفوض أمورك كلها إلى الله سبحانه وتعالى، وثق بالله سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكيلا، وحسبك أن الله سبحانه وتعالى حافظك، وأن الله ناصرك، وأن الله يعصمك من كيد الكفار. الله سبحانه وتعالى يعصمك من هؤلاء. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فقال: وكفى بالله وكيلا، حسبك أن الله سبحانه وتعالى حافظك، وأن الله ناصرك، وأن الله وكيلك، فالله يحفظك من كيد الكفار والمنافقين، فلا تخف من هؤلاء. فأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى. ما هو التقوى؟ قد ذكرنا سابقا أيضا، التقوى هو الخوف من الجليل، الخوف من الجليل أي من الله سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، العمل بالتنزيل أي بالقرآن، العمل بالقرآن، والاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد ليوم القيامة، ليوم الرحيل، هذا هو التقوى. وهكذا يقول العلماء: التقوى هو أن يعمل الإنسان بأمر الله تعالى على نور من الله بنية ثواب الله، يعمل بأوامر الله سبحانه وتعالى على نور من الله بنية الحصول على أجر الله وثواب الله تعالى. وهكذا التقوى هو أن يتجنب الإنسان معاصي الله تعالى على نور من الله مخافة عذاب الله، أن يتجنب معاصي الله تعالى على نور من الله مخافة عذاب الله، هذا هو التقوى. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طاعة الكفار والمنافقين، لأن الكفار والمنافقين لا يريدون فائدة المؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يريدون هلاك الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدون ضرر المسلمين. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طاعة الكافرين والمنافقين. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقرآن، لأن القرآن يبين ما يحتاج إليه المؤمن للفوز والفلاح في الدارين، فعلي على المؤمن أن يتبع القرآن وأن يعمل بالقرآن. وذكر الله سبحانه وتعالى الوعيد والوعد في قوله: إن الله كان بما تعملون خبيرا. فإذا يعلم أعمالكم فسيجازيكم على هذه الأعمال. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين التابعون له بالتوكل على الله تعالى. فالإنسان يتوكل على الله ويفوض أموره كله إلى الله. وذكر أن الله سبحانه وتعالى هو حافظ للرسول صلى الله عليه وسلم، ناصر له، لأنه توكل على الله. فكل من توكل على الله فالله ناصره وحافظه والله يكفيه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى أبطل بعض عادات الجاهلية أو بعض اعتقاد أهل الجاهلية. ففيها منها يعني أنهم كانوا يعتقدون أن بعض الناس لهم قلبان في صدرهم، لهم قلبان، ليس قلب واحد بل قلبان في صدورهم.
فالله سبحانه وتعالى أبطل هذا، وذكر أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق إنسانا واحدا مع قلبين، لم يخلق إنسانا واحدا مع قلبين، بل كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بقلب واحد. فالذي يرى أن لبعض الإنسان قلبا قلبين فهذا خطأه، هذا هذه يعني عقيدة جاهل أهل الجاهلية. وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أزواجهم يعني زوجاتهم ونساءهم بقولهم أنت علي كظهر أمي، كانوا يجعلون الزوجة مثل الأم، وكانوا يحرمون الزوجة على التأبيد دائما، يعني تصبح حراما عليه على الأبد، لا يجوز له أن يجامعها بعد ما يقول أنت علي كزوج أمي، أنت علي كظهر أمي. فهكذا كانوا يقولون، فالله سبحانه وتعالى أبطل هذا أيضا، وذكر أن الزوجات ليست كالأمهات في الحرمة، الزوجات ليست كالأمهات في الحرمة. وأما الذي قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فلا يبقى حكمه مثل الحكم في الجاهلية، ولكن تصبح حراما عليه إلى أن يؤدي الكفارة، فإذا أدى الكفارة فبعد ذلك تعود يعني حلالا له، ويجوز له أن يجامعها. وهو يعني الكفارة هي تحرير الرقبة أو إطعام أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، كما سيأتي في سورة المجادلة، في أول سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، هناك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الكفارة. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، إلى آخره. فيها ذكر ثلاث كفارات، أولا تحرير رقبة، إذا لا يستطع ذلك فصيام شهرين متتابعين، إذا لا يستطع ذلك إطعام 60 مسكينا. فذكر تعالى أن هذه العقيدة إذن عقيدة أهل الجاهلية، وهذه عقيدة ليست بصحيحة، بأن من رأى أن زوجته كظهر أمه فهي تصبح حراما عليه على التأبيد، هذا القول أيضا ليس بصحيح. هكذا كانوا يعني يأخذون الأولاد أولاد الآخرين ويجعلونهم أبناءهم، ينسبونهم إلى أنفسهم، يتبنونهم. فالله سبحانه وتعالى أبطل عادة التبني وقال التبني لا يجوز، التبني أيضا حرام. فهذه يعني بعض عادات الجاهلية أبطلها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهذه القطعة من الآية نزلت في، هناك قولان في سبب النزول. القول الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخطر خطرة فقال بعض المنافقين هذا الرجل له قلبان، له قلبان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم له قلبان، قلب يتوجه به إلينا وقلب يعني يتوجه به إلى غيرنا، فله له قلبان، فقالوا هذا الكلام. فأنزل الله تعالى الآية وذكر أنه لم يخلق لأي إنسان قلبين. القول الثاني والذي هو المشهور هو أن رجلا كان من كفار مكة اسمه جميل ابن معمر الفهري، جميل ابن معمر الفهري، وبعضهم ذكروا الأسماء الأخرى أيضا، لكن المشهور جميل ابن معمر الفهري، بعضهم قالوا أبو معمر، بعضهم قالوا الأسدي، أبو معمر ابن جميل الأسدي وغير ذلك، لكن نحن نذكر اسما واحدا جميل ابن معمر الفهري. فهذا الرجل كانوا يقولون أن له قلبين، أن له قلبين، وكان يقول إن لي قلبين أعقل بهما أفضل مما يعقل محمد، أعقل بهما أفضل مما يعقل محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول يعني أنا أعقل من محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن لي قلبين. فالله سبحانه وتعالى أبطل ذكره أيضا. وهكذا لما كان غزوة بدر، فهذا الرجل كان يعني يرجع من غزوة بدر، يعني يفر، ولقيه أبو سفيان، فأبو سفيان سأل عن أحوال الناس في غزوة بدر، فهو ذكر الأحوال ثم قال ما بالك إحدى نعليك في رجلك والأخرى في يدك، إحدى نعليك في رجلك والأخرى في يديك. فقال ما شعرت بذلك، ظننت أن النعلين في رجلي. في ذلك اليوم الناس عرفوا أنه ليس له قلبان، لأنه لو كان له قلبان لعلم أن نعليه إحداهما في رجليه والأخرى في يديه.
فهو لم يعلم ذلك، فعرفوا أنه ليس له في قلبه يعني في جوفه قلبان. فأنزل الله تعالى هذه الآية وذكر أنه ليس لجميل بن معمر أيضا قلبان في جوفه في صدره. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما خلق الله سبحانه وتعالى، ما جعل الله أي ما خلق الله سبحانه وتعالى لأي إنسان من قلبين في جوفه، قلبين في صدره. ما خلق الله سبحانه وتعالى لأي إنسان قلبين في صدره. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن، يعني ما جعل الله سبحانه وتعالى نساءكم وزوجاتكم المظاهر منهن، نساءكم وزوجاتكم المظاهر منهن، يعني اللاتي ظاهرتم منهن وقلتم لهن أنت علي كظهر أمي. فهذه النسوة وهذه الزوجات لكم ليست بأمهاتكم. ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، الله سبحانه وتعالى ما جعل أزواجكم أمهاتكم، إنهن زوجات ليست بأمهات. فقولكم أنت علي كظهر أمي لا يجعلها أما، لا يجعلها أما، هي تبقى زوجة ولكنها تصبح حراما جماعها عليه إلى أن يؤدي الكفارة. فقال: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن، تظاهر من الظهار، ظاهر يظاهر ظهارا ومظاهرة، ومعناه أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فهو يشبه زوجته بأمه يعني في التحريم، فهذا يسمى ظهار. فقال: ما جعل زوجاتكم المظاهر منهن أمهاتكم، ما جعلهن أمهات لكم، فهن زوجات وأمهاتكم هن اللائي ولدنكم، أمهاتكم هن اللائي ولدنكم، الأم هي التي تلد الولد، ليست الزوجة تكون أما للزوج، إنما تكون الأم التي ولدت الإنسان. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، والله سبحانه وتعالى ما جعل أدعياءكم، أدعياء جمع دعي، والدعي هو المنسوب إلى غير أبيه، الدعي هو الولد المنسوب إلى غير أبيه، الولد المنسوب إلى غير أبيه، يعني الذي نسب إلى أحد وهو ليس بابن له في الحقيقة، فجمعه أدعياء. فقال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم في الحقيقة، يعني الذين تنادونهم أبناء وهم ليسوا بأبنائكم، وأنتم تنسبونهم إلى أنفسكم، تقولون هذا ابني وتنسبونه إلى أنفسكم، هؤلاء ليسوا أبناءكم في الحقيقة، فهم أبناء آبائهم الذين أنجبوهم. فقال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، الله سبحانه وتعالى ما جعل أبناءكم من التبني، أدعياءكم أي أبناءكم من التبني، أبناءكم في الحقيقة، ما جعلهم أبناء في الحقيقة، ذلكم قولكم بأفواهكم. وهذه قطعة من الآية، والآية التي بعدها نزلت في زيد بن الحارثة رضي الله عنه، زيد بن الحارثة رضي الله عنه كان متبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقه وتبناه، جعله ابنا له، لم يكن ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ابنا لحارثة ابن شرحبيل، كان ابنا لحارثة ابن شرحبيل. والقصة أنه كان غلاما لخديجة رضي الله عنها، لما تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أعجبه ظرف زيد بن الحارثة رضي الله عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم استوهب خديجة رضي عنها هذا الغلام، فهي وهبت له، فبقي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم في يوم من الأيام هو مر على قومه، فرآه عمه، فعرفه، ويعني سأل عن أحواله، ما من هو ابن، من هو من أي قوم هو، فعلم أنه ابن أخيه شرحبيل، ابن أخيه حارثة ابن شرحبيل، فجاء بأخيه وقال: انظر هذا ولدك. فثم هؤلاء سألوا زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هو، فقال: هو يحسن إلي وهو يؤثرني على أهله وعلى ولده. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلبوا منه أن يعتقه ويرجع زيد بن حارثة رضي الله عنه مع والده، وقد كان في الحقيقة حرا، ولكنه لما ذهب إلى أخواله هناك من يعني أخذه وباعه فأصبح غلاما.
جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعتقه وأن يرسله إلى يعني أمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا يعني أعطيكم ما هو أفضل من ذلك. وقالوا نحن نعطيك الفداء، إذن نعطيك المال، إذا تريد المال بدل زيد نحن نعطيك المال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أعطيكم ما هو خير من ذلك، إذا أنا أطلبه الآن إذا هو رضي أن يذهب معك فيذهب معكم بدون فداء، لا أخذ منكم المال، وإذا ما رضي أن يذهب معك فهو يبقى معي. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب زيد رضي عنه وسأله هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم، أبي وعمي وأخي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء من قد علمتهم، فإذا أردت أن تذهب معهم فذهب معهم، وإن أردت أن تختارني فأنا من تعلم. فقال إني لا أؤثر عليك أحدا، لا أؤثر عليك أحدا، فأنا أبقى معك. فقالوا ويحك، إنك تؤثر يعني على الحرية أن تبقى مملوكا. فقال إنه يحسن إلي وأنا لا أستطيع أن أتركه. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصه على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقه في ذلك الوقت وقال اشهدوا إنه ابني يرثني وأنا أرثه، يرثني وأنا أرثه. بعد ذلك كان يسمى زيد بن محمد. ثم نزلت هذه الآية فأبطل الله تعالى يعني عادة التبني، فبعد ذلك كانوا ينادونه باسم أبيه زيد بن الحارثة. فقال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، الله سبحانه وتعالى لم يجعل أبناء يعني أدعياءكم الذين هم أبناءكم من التبني، الذين نسبتموهم إلى أنفسكم وليسوا في الحقيقة أبناءكم، فالله سبحانه وتعالى لم يجعلهم أبناءكم في الحقيقة. ذلكم قولكم بأفواهكم، كل ما ذكر في هذه الآية من أن لرجلين قلبين في جوفه، أو أن الأزواج يعني كالأمهات، أو أن الأدعياء الأبناء، كل هذا قولكم بأفواهكم، هذه أقوالكم بأفواهكم، يعني مجرد القول باللسان ومجرد القول بالفم، وليس لهذا الكلام حقيقة، ليس لهذا الكلام حقيقة، كل كلام يكون بالفم، كل كلام يكون بالفم. ولكن هنا ذكر الله تعالى يعني هذا قولكم، ثم زاد بأفواهكم، زاد أفواهكم، يعني تأكيد بأن هذا لا ليس له علاقة بالحقيقة، هذا كلام مجرد من لسانكم ومن فمكم ليس له يعني علاقة مع الحقيقة. فقال ذلكم قولكم بأفواهكم، أفواه جمع فوه، وفوه هو أصل فم، أصل فم هو فوه كما درستم في هداية النحو. فجعل وعندما يجمع على الأصل، يجمع على الأفواه، وعندما يستعمل يعني مضافا إلى غير ياء المتكلم يستعمل فوك فاك وفيك، فوك فاك وفيك كما في الأسماء الستة المكبرة، وجمعه أفواه. فذلكم قولكم بأفواهكم، أي ذلكم قولكم بفمكم، فليس له علاقة بالحقيقة، هذا القول خرج من لسانكم ومن فمكم وليس له علاقة بالحقيقة، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله سبحانه وتعالى يقرر الصدق والعدل، والله سبحانه وتعالى يقول الواقع، يقول ما هو الواقع، الواقع أنكم ما أنجبتم هؤلاء فليسوا بأولادكم في الحقيقة، وأن الزوجات ليست كالأمهات في الحرمة، وأن الله سبحانه وتعالى هو لم يخلق في صدر أي إنسان قلبين، فهذه هي الحقيقة التي يقوله الله سبحانه وتعالى. والله يقول الحق، والله سبحانه وتعالى يقرر الحق ويقرر العدل، والله سبحانه وتعالى هو يقول الواقع، يقول ما هو موافق للواقع، وهو يهدي السبيل، والله سبحانه وتعالى يرشدكم إلى السبيل الأقوم، إلى الطريق المستقيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ثم أمر الله سبحانه وتعالى أن يدعو الأولاد المتبنى إلى آبائهم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله تعالى، يعني انسبوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم بمعنى انسبوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، نسبة الولد إلى أبيه الحقيقي هذا هو الأعدل عند الله، هذا هو الأعدل عند الله، انسبوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله، أي نسبة الابن إلى أبيه الحقيقي مثل نسبة زيد إلى حارثة هو أقسط عند الله، هو أعدل عند الله تعالى، هو أعدل عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإن لم تعلموا آباءهم يعني ما كنتم تعلمون اسم آبائهم، فأنتم تقولون أخي في الله، فإخوانكم في الدين، فهم إخوانكم في الدين، تقولون يا أخي أو يا أخي في الله.
ومواليكم، وهؤلاء مواليكم أي أولياؤكم وأنصاركم، فتقولون يا ولي أو يا مولايا، يا مولايا، فهؤلاء يعني من مواليكم، فإخوانكم في الدين ومواليكم، فهم أولياؤكم، فإذا أردتم أن تنادوهم ولا تعرفون اسمهم واسم أبيهم تقولون يا مولايا. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وإذا أخطأتم في نسبة الابن إلى غير أبيه الحقيقي من قبل نزول هذه الآية فهذا معفون، الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم. أو أخطأتم يعني بسبق اللسان، بسبق اللسان، لأنكم تعودتم على القول زيد بن محمد، الآن بالخطأ لو قلتم زيد بن محمد وما قصدتم ذلك فهذا أيضا ليس فيه إثم، لأنكم أردتم أن تقولوا زيد بن الحارثة وعلمتم أن النسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم الآن لا يجوز، ولكن سبق اللسان إلى هذا لأنهم تعودوا على هذا القول، فلو سبق اللسان وقالوا هكذا فهذا أيضا معفو. فقال ليس عليكم جناح أي إثم وذنب فيما أخطأتم به، فيما أخطأتم إما قبل نزول هذه الآية أو بعد نزول الآية بالنسيان أو بسبق اللسان أو بالاجتهاد، مثلا اجتهدتم أن هذا ابن فلان، فمثلا بعض الأحيان نقول هل أنت ابن فلان ويقول لا، فيعني بسبب أنه مشابه به فيقول كأنك ابن فلان لأن وجهك مثل وجهه، فيخطئ بالاجتهاد. فقال فلا جناح عليكم في ذلك، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن الجناح والإثم فيما تعمدت القلوب، يعني فيما تعمد الإنسان القول نسبة الابن إلى غير أبيه الحقيقي، يعني إذا تعمد الإنسان قصد يعلم أنه زيد بن الحارثة ثم بعد ذلك بالقصد يقول زيد بن محمد فهذا عليه الإثم وهذا عليه الذنب. فقال ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن الإثم على من قصدت قلوبكم، على ما قصدت قلوبكم، يعني إذا نسبتم أحدا إلى الأب الحقيقي إلى أب غير الحقيقي بالقصد والتعمد فهذا عليه الإثم. وكان الله غفور رحيما، والله سبحانه وتعالى هو غفور يغفر ذنوب العباد، فإذا أخطأتم وارتكبتم هذا الذنب فالله سبحانه وتعالى يعفو ذلك، ورحيم لا يعاجل بالعقوبة فيمهل العباد حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فنسبة الشخص إلى غير أبيه وهو يعلم ذلك هذا حرام، قد جاء في الحديث من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فهذا تشديد، فالإنسان إذا يعلم أنه ابن أحد لا ينسب نفسه إلى الغير بل ينسب نفسه إلى أبيه. وهكذا في رواية أخرى من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه توبة ولا أو لا يقبل منه نافلة ولا يقبل منه فرضا. الذي نسب إلى غير أبيه أو كان غلاما لأحد ونسب نفسه إلى غير مواليه فعليه أولا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا، الصرف فيه قولان، إما المراد منه العبادات النافلة أو المراد منه التوبة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، والمراد من العدل هو الفرض، فالله لا يقبل منه، فالإنسان ينسب نفسه إلى أبيه ولا ينسب إلى غير أبيه. صدق الله العظيم.